وللحديث أكثر حول هذا الإنجاز الكبير ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مصطفى السيد، الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. دكتور مصطفى، بداية نبارك لكم فوز المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي، كيف تقيمون هذا الإنجاز الكبير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على التهنى، وبداية يشرفني أن أرفع أسمايات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي جلالة الملك سمو ولي العهد رئيس الوزراء ودائما عام الخيري سمو الشيخ ناصر، وبارك لكم احتفالات البلاد. ومن حسن الطالع أن يتزامن جائزتنا مع مرور 20 سنة على تأسيس المؤسسة، هذه المؤسسة المباركة التي جاءت بمبادرة من سيدي جلالة الملك. وسعيد جدا أن نحصل على جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل مؤسسة إنسانية رائدة في العمل الإنساني في الوطن العربي. هاي جائزة كبيرة جدا، خاصة جاي من شخص كبير ومن دولة نعتز بها، وتكريم وتقدير للمؤسسة. احنا نقيمها جدا درجة عالية، هي تحفيز لنا، تشجيع لنا لمواصلة الأداء، وأكثر إن شاء الله نحقق رؤى سيدي جلالة الملك لتقديم يد العون داخل البحرين للأرامل، الأيتام، للمحتاجين، وأيضا يد العون للأشقاء في الخارج في الأزمات. نعم دكتور، حققت المؤسسة خلال الفترة الأخيرة طبعا العديد من الإنجازات، ومنحت العديد من الجوائز أو منحت العديد من الجوائز، ما هي أبرز هذه الجوائز التي منحت للمؤسسة؟ حصلنا على عدة جوائز، جائزة المنجزين العرب سنة 2020 كأفضل مؤسسة خيرية في الوطن العربي، وأيضا جائزة جدا هامة سنة 2021 من مؤسسة محايدة بريطانية بالمركز الأول على مستوى العالم العربي ورقم 12 على مستوى العالم. فإحنا نعتز بهذه الإنجازات واللي تأتي نتيجة لرعاية الملك، قيادة الشيخ ناصر، والأسلوب العلمي اللي نتبعه، وأيضا طبعا كرم ودعم أهل البحرين. نعم دكتور مصطفى السيد، نبارك لكم هذا الإنجاز مجددا، ونتمنى لكم المزيد من الإنجازات في المستقبل. الدكتور مصطفى السيد، الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، شكرا جزيلا لك.